الفراش، وتحية خاصة للجسم الصحفي. كلمات ديال التنسيقيات الثلاث بما فيها المحامي الغزلان كلهم كلمات مؤثرة، كلمات ما يمكن حتى شي واحد يجادل في صدق أهلها والناطقين باسمهم في هذه الندوة. فلا يمكن أنا شخصيا كمناضل في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكمحامي شرفت أو تشرفت بأن أشتغل على هذا الملف بمعيتكم وبمعية زملاء وإخوان وأخوات ليس فقط من الرابطة، من المنطقة العزيزة على كل المغاربة، ليس فقط المناطق الثلاث الوديان الثلاث بل الصحراء ككل من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن يمينها حتى من البحر موريتانيا للجزائر كل الحدود بدون استثناء من القرقرات حتى جبال العرقوب حتى القويرة، منطقة عزيزة على كل المغاربة بدون استثناء. وأن كل التضحيات الجسام التي قدمها المغاربة ملكا وشعبا وقوى وقبائل صحراوية بالخصوص لن نسمح. أخي وصديقي إن هو بعد من سالك سي سالك أقول له اطمئن، نضالنا جميعا كجيل والأجيال التي سبقتنا لن يذهب سدى، لن يذهب سدى، والمغرب هو لكل المغاربة بفقرائهم وأغنيائهم بمسؤوليهم ومحكومين، ليس ضيعة لأحد. نحن نعيش في دولة الحق والقانون، نحن نعيش في دولة لها دستور. وأول نداء اسمع أستاذ هشام محترم، أول نداء الذي كنتمنى باش نخرجوا به من هذه الندوة الصحفية والذي تم تغييبه في هذه المقاربة، وهي المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، دستور المملكة ديال 2011 كما قلت لي هذا الصباح في رحاب المحاكم في إحدى المرافعات، دستور 2011 الذي جاء في جو دولي وإقليمي وعربي كما قال الأخ السدراوي مرادي السدراوي في ظل الربيع العربي. من أهم ما جاء به هو المقاربة التشاركية في صناعة القرار وفي صناعة السياسات العمومية وما يخدم الجهوية والجهوية المتقدمة وما يخدم كل مناحي التنمية، فما بالكم بمقام مناطق عزيزة وتحظى بأهمية سواء لدى الإدارة المركزية أو لدى أعلى سلطة في البلاد أو لدى كل المغاربة جميعا. ما يقع اليوم غير مقبول على الإطلاق، اللي غيقبل بهذا الوضع ماشي مغربي. أنا ما نقولش بالصلاة وما نقولش، نقول بأنه من يقبل بهذا الوضع ما عندوش درجة مغربية. أهالينا وإخواننا في الصحراء خص الحقوق ديالهم كاملة بدون استثناء ياخذوها، ونبعدوا عن الأحكام الجاهزة مما يخرجوا يحتجوا نوصفوا بالبوليزاريو وشيء من هذا القبيل. إخوان الكرام اليوم اللي حضروا والمنسقين وكيوجهوا نداء للمؤسسة الملكية، أي مسؤول يتهجم عليهم ويصفهم بما ليس فيهم سيكون موضوع تشكي أمام القضاء. الفيصل بيننا وبينه القضاء. من حق الساكنة ديال الوديان الثلاث بما فيها المحامي الغزلان من حقهم يطالبوا بالحق في الأرض كحق من حقوق الإنسان وكحق من الحقوق التاريخية التي ولتوها أبا عن جد ولا يمكن لأي كان أن ينازعها فيها. وهذا لا يعني أنهم ناس سلبيين أو معاقلين
كما تكلموا الإخوان الكرام الآن أمام الملأ وأمام وسائل الإعلام، ما كيطلبوا حتى شي حاجة، أي أرض بغات تفوت ويكون فيها استثمار شبابنا وداك الشيء مقبول، ولكن ما تقولش غادي نعطي ضيعات بآلاف الهكتارات لا يستفيدوا منها سكينة المنطقة. وكاين هنالك واحد العدد ديال الأمور اللي كتمشي وما كتستافدش منها السكينة. هذه أمور كنظن ما غيقبل بها حتى شي حد وما غادي يسمح بها حتى شي حد. وأول واحد اللي ما غيسمحش بهاد التجاوزات هو السد العالية بالله. حنا الآن مع نداء الأخ، ولكن كذلك حنا مع دولة الحق والقانون. ولذلك أنا بغيت نقول للإخوان النداء الأول وهو أنه ما يقع يجب أن يقف فورا على حكماء في هذا الوطن اللي كيتبعوا هذه الندوة من مختلف المستويات، وخاصة السادة ممثلي جلالة الملك في المناطق الثلاث والسيد الولي على المنطقة السادة العمال، أن يقفوا هذا العبث الآن الآن. يجب أن تصدر إشارات من عين المكان وأن يتم توقيف كل هذه الإجراءات، لأن إجراءات ما فيهاش المقاربة التشاركية، ما فيهاش الاحترام للدستور، ما فيهاش احترام للقانون اللي الدستور جعل منه أسمى شيء يمتثل إليه الجميع كيفما كانت مناصبهم وكيفما كانت أماكنهم. ولذلك أنا أول نداء كنشوف هو أن المسؤولين في المناطق خص التوقيف ديالش. أنا لا أتحدث مع المسؤولين السياسيين، هذاك نقاش آخر، أنا أتحدث مع المسؤولين الممثلين للسدة العالية بالله إيقاف هذا العبث. السيد العامل والسيد الوالي على المناطق الثلاث أن يقفوا هذه الإجراءات، لأن إجراءات غير قانونية. سنعمل على مواكبة هذا النداء بمساطر قضائية من نساء ورجال المنطقة، زملاء كلهم إخوان لي وأصدقاء لي، اللي ما عشت معه من القراية من الكلية، عشت معه في المحاماة، وكان خيرة الناس، خيرة الناس اللي عرفت من هذه المناطق، ومعتز بالأخوة والصداقة المتينة اللي كتربط بيني وبينهم. وبالتالي لن يكون عمل الأستاذ زهراج لوحده، بل سيكون عمل فريق من محاميين ومحاميات من عين المكان، وكذلك لإخواننا اللي في الرابطة، وكذلك لإخواننا في الجامعة. ما ننساش أن أبناءكم البرارة من منابر الإعلامية الذين يشرفون الإعلام لهم كذلك مسؤولية جسيمة في نقل هذه المعاناة ديال هؤلاء الشباب. لذلك أنا ما بغيتش نطول، ما بغيتش نقول الأفكار اللي غادي نخدموا عليها، لأنني لا أعرف الاشتغال بمفردي خاصة في هذا النوع من القضايا. كنتمنى من الله يكون السند والعضد ديال فريق الدفاع هما الممثلين التنسيقيات في عين المكان. وكنقول الأخ دريس والإخوان أعضاء المكتب التنفيذي، احنا مطالبين بعقد في أقرب وقت لقاء، إما في العيون أو في الداخلة أو في قليمين في أقرب وقت، وذلك لإطلاع الساكنة وشيوخها وممثليها عن كل الإجراءات الإدارية والقضائية اللي غادي يسلكوها. ومن المطالب المهمة جدا، أنا طالبت السادة الولاة والعمال اللي في أي مكان، هذا نداء مباشر، ماشي الرئيس الحكومة، ماشي أي وزير، السيد وزير الداخلية، سنطالب منه مباشرة من السي عبد الوفي الفتيح المحترم بأن يتدخل وأن يخلق في حينه الآن خلية لتدبير هذه الأزمة، والناس موجودين، ويكون التشارك منطقة معروفة تاريخيا منذ قرون ماشي اليوم بالحوار وتدبير الاختلاف في إطار الوحدة والسيادة ديال الأمة المغربية. ما يتزايد عليهم حتى واحد للمناطق الثلاث بما فيها الحامد، ما يتزايد عليهم حتى واحد في الوطنية. وصديقي قبل قليل تحدث عن كيف الشيخ شيخنا العينين نقل المقاومة إلى مراكش
من أجل مقاومة المستعمر. إحنا المغاربة من الجنوب إلى الشرق، من الريف إلى الشمال، وحدة في ظل السيادة وفي ظل الثوابت وفي ظل الدفاع عن دولة الحق والقانون. لذلك أنا كدفاع سأتولى هذا الأمر، ليس بمفردي، بمعية الفريق من الزملاء الإخوان والأخوات اللي هما أبناء المنطقة الذين يشرفون، وسأكون خادمهم في هذا الملف بمعية كذلك المنسقين والإخوان من المرابع الإعلامية. ندائي للسلطة المركزية في شخص السيد وزير الداخلية بخلق خلية أزمة لتدبير هذا المشكل وإطفاء هذا الغيب، والتجاوب مع الاستغاثة ديال السكينة التي وجهها الأخ بصدق وأثرت فينا جميعا، وأنا متيقن أن كلامه وطريقته قد وصلت ويجب أن تصل. إنه لا يعقل، لا يعقل هاد الناس من أقالي من الجنوبية للرباط وما بغاوش يديروا الوقفة وداروا الندوة باش يبلغوا هاد الأفكار وما يكونش تجاوب. أعرف وأعي أنه في الدولة وفي الحكومة حكماء، ولذلك أطالب مباشرة من السي عبد الوفي فتيت السيد وزير الداخلية المحترم بخلق خلية أزمة وإشراك السادة المنسقين والأعيان وشيوخ القبائل في هذا العمل. وما احنا مش سلبيين، عمر المغاربة ما كانوا سلبيين، فإذا تم التوافق على مشاريع من شأنها أن تنهض بالمنطقة وأن يستفيد نساؤها ورجالها شبابها وشيوخها من أي استثمار عنده واحد لامباكت على المنطقة وفق التوجهات الملكية، ما كنظنش إخواننا في الصحافة يقولوا لا يمكن إلا يستفيد. لذلك ومن أجله سنقول لكم أنا راه إشارتكم ومرحبا بكم، وأنا متيقن أن المسؤولين في هذا الوطن حكماء لن نعطي جميعا كما قال قبل قليل فرصة لمن يتربص بوطننا بمنطقتنا بإخواننا بأي شي حاجة من اللي هي غير المألوفة وغير المعهودة فيه. فلذلك لا تنظن أنه هذا الشيء خصو يوقف، القانون هو اللي خصو يطبق، والتشارك والعملية التشاركية خصها تكون، وزارة الداخلية خصها تخلق خلية أزمة وتنادي عليهم أحدهم وما كاين هنا في الرباط في العين المكان. يجب إيقاف هذه المسطرة اللي قال الزميل المحترم، وهي مسطرة معيبة من الناحية الشكلية وغير مؤصلة من الناحية القانونية، وغادي نوضحوا فيها مذكرتنا الترافعية. شكرا لكم، أعتذر لكم إن أطلت.